بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. من أحكام الصيام. الدرس العاشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. نحييكم أجمل تحية مع لقاء جديد يتجدد بحضراتكم ومع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فأهلا وسهلا بفضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإذا كان الحلي للقنية ولا الاتجار به فإنه تجب فيه الزكاة بالإجماع إذا بلغ النصاب بنفسها وبضمه إلى مثله من الذهب أو الفضة أو من الأموال التي تجب فيها الزكاة. وأما إذا كان الحلي للاستعمال فهذا موضع خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه لم يعد للنمى وإنما أعد للاستعمال، فهو ليس من الأموال النامية، والزكاة إنما تجب مواساة في الأموال النامية. والقول الثاني أنها تجب فيه الزكاة أخذا بالعمومات وبأحاديث وردت خاصة بزكاة الحلي، وإن كانت لا تخلو من مقال. وعلى كل حال، من أراد أن يحتاط ويبرئ ذمته وهو يقدر فإنه يزكي، وأما من لا يقدر على إخراج الزكاة فإن في إيجابها عليه تكليف له بما لا يستطيعه، فالمرأة بين أمرين حينئذ، إما أن تنحرم من الحلي وإما أن تخرج الزكاة وهي ليس عندها شيء، تضطر إلى أن تبيع منه حتى ينفد. الله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. حفظكم الله فضيلة الشيخ، اعتاد بعض الناس أن يعطي زكاته لأناس آخرين أصبحوا في غنى عنها، ولكن أصبحت عادة سنوية أن يأخذوا هؤلاء من الزكاة، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الزكاة لا تحل لغني ولا لذي مرة قوي. الإنسان الغني الذي عنده ما يكفيه، ليس الغني المراد به اللي عنده الأموال الكثيرة، المراد الذي عنده ما يغنيه لسنته، ما يغنيه لمدة سنة، هذا غني لا تجوز له الزكاة. والثاني القوي في بدنه الذي يقدر على الاكتساب وهناك فرصة للكسب، هذا لا تحل له الزكاة، بل إنه يحترف ويشتغل ويكتسب ولا يأخذ الزكاة وهو قوي وبإمكانه أنه يكتسب. إنما الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا ليس مسكينا، وليست هي عادة تستمر، فيعطى الإنسان منها مدة حاجته ما دام محتاجا، فإذا استغنى فإنه لا يحل له أن يستمر على أخذ الزكاة لأنه أخذها بغير حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. إذا كان من جملة الفقراء حلت له الزكاة، أما إن كان عنده ما يكفيه هذا غني ولا تحل له الزكاة، أو كان يقدر على الاكتساب وتحصيل القوت له ولأولاده هذا لا تحل له الزكاة. نعم. هل تجوز بارك الله فيكم الزكاة على الموظف الذي يعمل براتب شهري ولا يكفيه راتبه واحتياجات والتزامات تجاه أسرته؟ نعم، إذا كان دخله لا يكفي لحوائجه الضرورية وحوائج من يمونه من أهل من أولاده وزوجته ومن تلزمه مؤونتهم،
إذا كان لا يستطيع تغطية النفقة له ولمن تلزمه مؤونته فإنه يأخذ من الزكاة ولو كان له مرتب لا يكفي. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للزكاة على الوالد هل تجوز؟ الزكاة الشخص لا تجوز لأصوله وهم الوالدان والأجداد، ولا تجوز لفروعه وهم الأولاد وأولاد الأولاد مهما نزلوا، وإنما الزكاة تجوز للأقارب المحتاجين غير الأولاد وغير الوالدين، لأن هؤلاء تلزمه نفقتهم إذا احتاجوا وهو غني، فلا يجعل الزكاة وقاية لماله. نعم. فضيلة الشيخ صالح، هذا السؤال دائما يتردد على ألسنة كثير من الإخوة السائلين، وهو أنه يكون لشخص مال عند آخر، وعندما يتأخر هذا المال عند هذا الشخص يقول صاحب المال سأسقط هذا الدين من الزكاة. هذا لا يجزي إسقاط الدين عن الزكاة. الله جل وعلا يقول وآتوا الزكاة أي ادفعوها، فالمزكي يدفع والمحتاج يأخذ من المزكي، وإسقاط الدين ليس كذلك. ثم أيضا وربما يكون أسقط هذا الدين لما أيس من الحصول عليه أو تباعد الحصول عليه، فلا يكون هذا عوضا عن الزكاة الواجبة في ذمته. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، بالنسبة لتعجيل الزكاة كان تحول كما أسلفتم قبل قليل في هذه الحلقة أو الحلقة الماضية، كان تحول الزكاة في محرم ويريد أن يزكيها في شهر رمضان عن هذه السنة مثلا. نعم، يجوز تعجيل الزكاة كما نص على ذلك أهل العلم لسنتين فأقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الزكاة من عمه العباس، يجوز تعجيل الزكاة إذا كان هذا لمصلحة، إما لحاجة وإما لأجل أن يحصل على فضيلة شهر رمضان، فلا بأس بتعجيل الزكاة. نعم. إنما الممنوع تأخيرها. نعم. وبالنسبة لتقديم الزكاة كما أسلفتم للجمعيات الخيرية وجمعيات البر وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم وكذلك التبرع بها خارج المملكة، هل يجوز؟ أما إعطاؤها للجمعيات، الجمعيات قد لا تهتم بشأن الزكاة، قد تخلطها مع غيره وتؤخر إخراجها، وهي عهدة في ذمة المزكي وواجب في ذمة المزكي، فيجب عليه أن يتأكد من وصول الزكاة في وقتها إلى المحتاج، في وقت وجوبها ودفعها إلى المحتاج، ولا يولي هذا غيره ممن لا يدري هل يقوم بالواجب أو لا يقوم، فيخرجها هو بنفسه أو يوكل من يثق به في أن يوصلها للمحتاجين في الوقت الذي وجبت فيه عليه الزكاة. والجمعيات لا يطمئن إلى كثير منها في أنها تقوم بهذا العمل، بل هي تستقبل الأموال وتكدسها، وقد تتأخر، وقد تخلطها مع أشياء وتصرفها في غير مصارفها، كأن تصرفها في مشاريع غير مصارف الزكاة، فلا يطمئن إلى هذا. وأما نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهذا ما دام أن في البلد محتاجين فهم أولى، قوله صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فبالدرجة الأولى تكون الزكاة لفقراء البلد الذي فيه المال، فإذا لم يوجد في هذا البلد الذي فيه المال أو فيه المزكي لم يوجد فيه فقراء، فإنها تنقل إلى أقرب البلاد إليه، إلى بلد فيه محتاجون. نعم. بارك الله فيكم، نصاب الزكاة كم فضيلة الشيخ؟ نصاب يختلف باختلاف نعم. الأموال التي تجب فيها الزكاة 4 أصناف. نعم. الذهب، الفضة، عروض التجارة،
الخارج من الأرض بهيمة الأنعام أربعة أصناف، لأن النقدين صنف واحد، ذهب والفضة صنف واحد، ثم عروض التجارة، ثم بهيمة الأنعام، ثم الخارج من الأرض، وكل شيء له نصاب. فنصاب الذهب 11 جنيها ونصف الجنيه، 11 جنيه سعودي ونصف الجنيه، وهو ما يعادل عشرين مثقال من الذهب، هذا نصاب الذهب. نصاب الفضة 100 درهم، وهي تعادل 140 مثقالا، 200 درهم إسلامي تعادل 140 مثقالا من الفضة، ومقدارها بالريال السعودي من الفضة، الريال السعودي الفضي 56 ريالا، 200 درهم الإسلامي تعادل 56 ريال من الفضة بالريال السعودي، أو ما يعادلها من الورق، صرف 56 من الورق النقدي، هذا هو نصاب الفضة. وأما عروض التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول بما تساوي، فإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة فأكثر فإنه يزكيها، العبرة برأس المال لا بنفس العروض. وأما بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم فهذه لها أنصبة مفصلة في حديث أو في صحيفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهي مذكورة في كتب الفقه، نعم، وتحتاج إلى وقت. وأما الخارج من الأرض قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل 5 أوسق صدقة، خارج من الأرض وهو الحبوب والثمار، في كل 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، فيكون المجموع 300 صاع بالصاع النبوي. هذه المقادير أنصبة الزكاة على سبيل الاختصار. نعم، حفظكم الله وبارك الله فيكم. إلى هنا أيها الأخوة الكرام، ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.